المتسابقين او من المواهب او من الاعلاميين اللي دخلوا برنامج البزنس، البرنامج اللي يعتبر يعني هو درة برامج قناة الواقع. والرجل كان له اثر وعرفناه وكسبناه الحقيقة. ودنا نبدا بقصيدة، ايش رايك؟ الله يطول عمرك، والمكسب الحقيقي لي انا يا ابو حزام. تفضل. النشامة وهذه من 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 الاشياء اللي قدمتها لنا قناة الواقع. والله شوف، قبل شوي كانوا الربع يتكلمون في العوائد والمبادئ اللي تعودنا عليها، فيها سلبيات وفيها ايجابيات مثل ما قالوا. صحيح. فالواحد طلع لي بيتين. الله. الواحد يتمسك بالمبادئ الحسنه والاشياء اللي يعني هي حط يعني اللي حطوا المبادئ والعادات والسلوم، هذا تنظيم حياه الناس. من اول ما كان في نظام كان فيه كلهم شيمتك ومبادئك وعادتك. ف طلع علي يوم بعض الناس يتكلف في المبادئ على ما حسب ما قالوا، طلع علي يوم يقول بيتين اقول احتفظ بالعوائد والمبادئ الكريمه. طيب. فوق سقف الخضوع وتحت سقف التكلف. خلك انسان واعي فيه مبدا وشيمه، فوق خلك انسان واعي فيه مبدا وشيمه، فالتنازل خضوع والتكلف تخلف. هلا هلا بالله تعيدها. يقول فوق سقف الخضوع وتحت سقف التكلف. يقول احتفظ بالمبادئ، احتفظ بالعوائد والمبادئ الكريمه. طيب. فوق سقف الخضوع وتحت سقف التكلف. حلو. خلك انسان واعي فيه مبدا وشيمه، التنازل خضوع والتكلف تخلف. انا السلام. انا السلام. خليك وسط. اي نعم، خليك وسط. وسط حلو. نعم. ولا تنازل. مثل قبل شوي يوم يقولون بعضهم يجي خوف في المسجد. اي. هذه من سلبياتها، ان في المقام الاول فلا بد انك تكون مخلص في العمل. في العمل اللي يشوبه اي شيء غير الاخلاص فهو مترك للصاحب. احسنت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يا سلام. كما قال صلى الله عليه وسلم. احسنت. اقول لك العمل لازم يكون خالص